بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. من أدعية الإمام زين العابدين سلام الله عليه: دعاؤه إذا نظر إلى أصحاب الدنيا، لأن هذه الحالة من الحالات التي قد تثير في النفس مشاعر معينة بعيدة عن التقوى وبعيدة عن الإيمان وبعيدة عن الاطمئنان والرضا بقضاء الله وقدره، باعتبار أنك إذا نظرت إلى إنسان يملك المال الكثير وأنت لا تملك المال، فربما يؤدي بك ذلك عندما تستغرق في ماله وفي حرمانك، قد يؤدي بك ذلك إلى أن تعترض على الله لماذا أعطاه ومنعك، وقد يؤدي بك ذلك إلى الحسد فتتمنى زوال نعمته عنه، وربما يكون إنسانا طيبا لتعود نعمته عليك، وربما يؤدي بك ذلك إلى السقوط تحت تأثير قوته الاقتصادية فتخضع له، لأن الإنسان الذي يعيش حالة من الضعف فإنه يخضع ويسقط تحت تأثير من يملك القوة في هذه المسألة، قد تغير موقفك على أساس السقوط أمام موقفه. وهكذا إذا رأيت إنسانا صاحب جاه يملك موقعا سياسيا كبيرا أو موقعا رسميا كبيرا أو موقعا اجتماعيا كبيرا وأنت لا تملك مثل هذا الموقع، فإن تطيعه من دون الله، تتذلل له، تتحرك في أجوائه وتتبع خطواته حتى لو كانت على خلاف مبادئك. الناس عادة يسقطون أمام مظاهر القوة التي يفقدونها، حتى أننا نرى بعض الناس الذي يملك قوة معينة فإنه يعيش بعض التأثر بأصحاب القوة الأخرى، فالإنسان لا يتنازل لمن هو أضعف منه، ولكن قد يتنازل لمن هو أقوى منه أو لمن هو في قوته، لأن كثيرين من الناس يحترمون القوة كيفما كانت أمام ضعفهم، أو يحترمون القوة التي يملكون بعضاً منها. لذلك أراد الإمام زين العابدين سلام الله عليه في هذا الدعاء، أراد
أن يعي الإنسان المؤمن طبيعة المسألة في الواقع وخط القيم التي يلتزمها عندما ينظر إلى أصحاب الدنيا، أن تكون نظرته نظرة واعية لا أن تكون نظرته نظرة غافلة، بحيث عندما تدرس شخصاً تنظر إلى شخص يملك ما لا تملكه، فإن عليك أن لا تستغرق في نقطة القوة هذه، بل إن عليك أن تدرس نقاط ضعفه الأخرى وأن تكتشف هذا الحجم هذا الجانب. يعني المال، واحد يملك مال، عليك أن تنظر في نفسك وتفكر ما هي قيمة المال في تقويم الإنسان، ماذا يمثل المال عندما يملكه إنسان؟ هل يرفع المال قدره؟ هل يعطيه قيمة اجتماعية؟ هل يعطيه قيمة روحية؟ هل يكون أقرب إلى الله؟ وهكذا تفكر من يفقد المال هل يسقط عن القيمة عندما يضعف ماله؟ وهل يبتعد عن رضا الله؟ وهل يبتعد عن إنسانيته أو ماذا؟ لأن هناك نوعاً من أنواع الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها الناس قد تبدل مفهوم الناس للقيم. فإذا كانت القيمة الحقيقية هي قيمة العلم فيما يملكه الإنسان من علم، كما يقول الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أن القيمة إنما هي للعلم، فالإنسان الذي هو أكثر علماً هو أكثر قيمة. وهذا هو ما استوحاه أمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي يستوحي القرآن في كل ما يقوله: قيمة كل امرئ ما يحسنه، قل لي ما هي معلوماتك أقول لك ما هي قيمتك. وهكذا نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل القيمة للإيمان: أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. فإذا كان الإنسان مؤمناً فهو ذو قيمة عند الله وذو قيمة عند المؤمنين حتى لو لم يكن غنياً، وإذا كان الإنسان فاسقاً فهو ليس بذي قيمة عند الله وعند المؤمنين حتى لو كان غنياً. وهكذا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، فيها المجال القيمة. إذا دار الأمر بين مسلم يسلم أمره إلى الله ويسلم قلبه لله ويسلم وجهه لله، وبين إنسان مجرم يملك موقعاً رسمياً أو سياسياً أو اجتماعياً، فإنك كمؤمن لا يمكن أن تجعل المسلم كالمجرم فتساويهما معاً، فضلاً عن أنك تقدم المجرم من أجل موقعه الاجتماعي أو الرسمي أو السياسي أن تقدمه على المسلم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، كيف يمكن أن تحكموا بالمجرم؟ وهكذا في كل المجالات العملية التي يجعل الله فيها القيمة للإيمان والقيمة للتقوى والقيمة للعمل الأحسن، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهكذا الإنسان الذي يصدق أمام التجربة والإنسان الذي يكذب: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
بحيث أنه أيضا لا يستوي الإنسان الذي يثبت أمام التجربة فيثبت صدقه في مواقفه ومواقعه وبين الذي يكذب فيسقط أمام التجربة. هذا القيم الحقيقية الإسلامية هي هذه القيم: الصادق والكاذب، المؤمن والكافر، التقي والمجرم، الجاهل والعالم. هذه الخصوم، هذه أمور المؤمن والفاسق، هذه كلها القيم الإسلامية. زين، إحنا الآن بحسب الواقع اللي نعيشه، بحسب القيمة، الإنسان إذا كان غني عندنا مقدم على الفقير، لهذا نحن نحترم الغني ونقدم له كل وسائل الاحترام، بينما لا نحترم الفقير مثلا. هذا نحن نحترم الجاهل حتى لو فرضنا كان جاهل، نحترم الجاهل إذا كان غنيا، ونحترم ولا نحترم العالم إذا كان فقيرا. حتى بعض الأحيان لما نحترم علماء إذا كان وضعهم الاجتماعي جيد، لأن وضعهم الاجتماعي جيد ولا قد يكون علماء أفضل منهم بالزوايا، وما نحترمهم لأن القيمة للجانب الاجتماعي. كذلك الإنسان ربما النظر إلى، فلذا لابد أنه عندما ينظر إلى أصحاب الدنيا لازم يلتفت إلى ما هي أسس التقييم عنده. شو هي الأسس التي يقوم بها قدر الأشخاص حتى لا يستغرق في أهل الدنيا فينجذب إليهم فتتغير عنده موازين التقييم؟ والنقطة الثانية أن لا يقع في نظرته إلى أصحاب الدنيا أن لا يقع في الحسد. والنقطة الثالثة الأساسية هي أن لا يقع في مسألة الاعتراض على قضاء الله وقدره وعلى حكم الله. هذه الفكرة التي نأخذها من هذا الدعاء. وكما ذكرت لكم أكثر من مرة أن قيمة الأدعية ليست في الجانب الروحي الابتهالي الذي ينفتح فيه الإنسان على الله في ابتهالاته فقط، بل إن قيمتها في الجانب الفكري الذي يريد أن يؤكد في وعي الإنسان المؤمن في كل حالاته، وهو بين يدي الله، أن يؤكد له خطوطه الفكرية بحيث لا يبتعد عنها في كل مجالات حياته. يعني أي جانب أنت، ما في واحد مثلا يقول له يا جبل ما بيهزك ريح، ما في يقول لما واحد الصلب القوي الذي ما بيتزلزل مهما كانت، شو المثل الشعبي؟ يقول له يا جبل ما يهزك ريح. هذا أن تكون كمؤمن يا جبل ما يهزك ريح، افتقرت، اغتنيت، صرت وجيه، بقيت على وضعك بالدروشة، في أي حالات صارت استعراضات، صارت الناس تهلل لفلان، تصفق لفلان، العالم، تبقى وحدك، عقلك يظل معك، قيمتك يظل معك، إيمانك يظل معك. هذا يا جبل ما يهزك ريح، هيك تكون. قال له تزول الجبال ولا تزول، أنك أنت تكون ثابت، واعي لإيمانك، واعي للخطوط الفكرية التي يفرضها عليك الإيمان، واعي لأسس القيمة التي جعلها الله أساس تقويم للناس، كن واعي إلها، ظل أنت معك، ما يغيرك الواقع الذي حولك، لا يغيرك هذا. وهذه صعبة. قيمة الدعاء أنك أنت عم تصلي، لما تقرأ هذا الدعاء بعد الصلاة، أو تقرأ في بعض الحالات، أو تقرأ لما تواجه هيك حالات، بس تشوف دعاؤه إذا نظر إلى أصحاب الدنيا، إحنا إذا شفناهم، ها فلان ماذا يملك فلان من المال، عنده كذا عقارات، عنده كذا ملايين من الدولارات، عنده كذا عنده كذا، صدق لا لا، يصير بس يتطلع ويشوف نفسه عم تنجذب إلى هذا وعم تسقط أمام تأثيره، قل الحمد لله رضاً بحكم الله. أول شيء يلتفت إلى مواقع نعم الله عندي. لا
الحمد لله أنا الآن صحيح سليم، عندي صحة وعافية، لا أشكو شيئا في جسدي، أتحرك بشكل طبيعي، أنظر بعينين سليمتين، أسمع بأذنين سليمتين، أنطق بلسان سليم، آكل بفم سليم، أجهزتي الموجودة كلها، أتحرك أدي رجلي بحسب طبيعي، الحمد لله. أيضا الله سبحانه وتعالى أعطاني ما أتقوت به، أعطاني ما أرتوي به، أعطاني ما ألبسه، يستحضر النعم اللي هي موجودة عند الإنسان فيحمد الله على ذلك، الحمد لله. أنا مفلس وهذا الشخص عنده هذا، رضا بحكم الله. الله سبحانه وتعالى نظم الكون على أساس حكمته، لأن الله عندما أراد أن ينظم الكون أراد أن ينظمه بحسب المصلحة النوعية للإنسان، يعني ما نظام الكوني في مسألة حركة تداول الثروة بين يدي الناس، في مسألة التأثيرات السلبية والإيجابية، في جانب الصحة والمرض، في جانب الخوف والأمن، في جانب القوة والضعف، كلها تنطلق من خلال مصلحة النوع الإنساني. وعندما يلاحظ المصلحة النوعية، نعرف إحنا المصلحة النوعية قد تسقط أمامها بعض المصالح الشخصية، والإنسان الذي يفقد بعض الشيء الذي يتصل بالجانب النوعي، حتى وأنت خسران على مستوى الشخصي أنت تستفيد من النتائج الكبرى التي تحصل للجانب النوعي في المجال. لذلك الله عندما قسم معايش عباده ما قسم المعايش بين عباده، قسمها بالعدل على حسب علاقة هذا التنظيم بالنظام الكوني وبالمصلحة النوعية لعباده. ولذا الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر لما يتحدث عن منطق بعض الناس اللي يعتبرون أن الإنسان إذا الله إذا أنعم على إنسان ووسع عليه أنه هذا الله أكرمه، أمه داعيته بليلة القدر فلان، هذا ما بيقول هيك يعني، الله راضي عليه فلان هذا، ليش والله أعطاه فلوس ملايين، هذا والله غضبان على فلان، أو أمه ما دعت له بليلة القدر، ليش صار والله مفلس فلان أو صار أحواله ضيقة، مش هيك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه، ضيق قدر يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانني، كلا قضية مش هيك، لا هذا إكرام ولا هذا إهانة، وإنما هو اختبار ينطلق من طبيعة حركة النظام الكوني الذي ركز الله فيه قضية تداول الثروة وتداول الملك وتداول الأمور، وتلك الأيام يداولها بين الناس، هاي المسألة. لذلك أنا أعرف لما الله يقضي علي بشيء والله ما له مصلحة عندي وما له منفعة، هو خلقني وليس محتاجا إلى خلقي، وهو نظم حياتي وليس محتاجا إلي في ذلك كله، فإذن الله الذي هو حكيم الرحيم العليم، الله هو يعرف مني من مصلحتي ما لا أعرفه من مصلحتي أنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن معناها إذن أنا لما يكون مؤمن بالله وأن الله هو الحكيم وهو العليم وهو الرحمن الرحيم، إذن أنا بدي أرضى بحكم الله، لذا ما بدي أعترض على الله عندما أنا أشوف إنسان في سعة وأنا في ضيق، لأنه لابد أن تكون هناك مصلحة في هذا المجال، مصلحة لي في هذا المجال ومصلحة للنظام الكوني في عملية توزيع الفرص وتوزيع الثروة وتوزيع الأدوار على الناس. الحمد لله، كان يقول هذا الدعاء، أول الدعاء، رضا بحكم الله، شهدت أن الله قسم معايش عباده بالعدل، العدل الذي مش بمعنى المساواة، لا، العدل بمعنى التوازن، بحيث يعطي لكل إنسان ما يتلائم مع مصلحته وما يتلائم مع مصلحة النظام الكوني في هذا المجال.
وفي نقطة الناس يلحظوها ترى، مثلا أن فلان غني وأنا فقير، بس أنت انفذ إلى حياة هذا الغني تشوف على أن هذا الإنسان عنده عدة أمراض، ما في أغنياء معه ضغط ومعه سكري ومعه قرحة بالمعدة، ما بيقدر يأكل شيء، عنده مال كثير لكن لا يستطيع أن يأكل شيئا. أنت الفقير بتأكل عسل وتأكل بقلاوة وتأكل شحومات وتأكل بحسب ما أفرض، ما تأكل كثير، ما تقدر تهيئ ما يهيئه، لكن أنت تأكل وأنت مرتاح، ما عندك أي شيء يزعلك. في ناس هيك أو لا؟ ليش أنت تنظر فقط أنه هذا عنده مصاري وأنت ما عندك مصاري؟ ما حدا يموت من الجوع عادة مثلا. هذا هو، فأنت الله أعطاك. ثم ربما هذا الغني عنده مال كثير لكن من أغبى الناس أبدا، ما بيعرف يحل مشكلة، ما يعرف يفكر تفكير، بينما أنت ذكي مشرق الفكر، تستطيع على أنك تنفتح في فكرك على آفاق هذا. زين، هذه مش نعمة؟ نعمة أو لا؟ هو غبي بليد الذهن هذا. وهكذا، لكن إحنا غالبا ننظر إلى الجانب الذي نفقده. أنا بقولكم يعني في هالمجال، انفذوا إلى حياة هؤلاء الذين تبهركم ألوانهم وتبهركم مواقعهم ومراكزهم، فستنتهون إلى نتيجة في كثير من الحالات أنكم تحتقرونهم وأنكم تحمدون الله على أن لا يجعلهم يجعلكم مثلهم. هل في ناس صحيح أنه شكله يبعث على الاحترام ويبعث على الهيبة، لكن عندما تنفذ إليه تراه إنسان عادي ما يمثل شيء كلية. لذلك عندما نريد إحنا ننظر إلى مسألة النعم، علينا أن نقوم بعملية مقارنة، مش فقط نفكر ماذا حرمنا الله وماذا أعطاه، بل علينا أن نفكر ماذا حرمه الله وماذا أعطانا. هذا التوازن. واحد يكون جميل في أعلى حالات الجمال، امرأة جميلة بأحسن ما يكون من الجمال، ولكن امرأة لا عادية الجمال، لكن هذه الجميلة ما تقدر تقعد معها 10 دقائق لأنها بليدة وغبية وضعيفة العقل وما إلى ذلك وسيئة الخلق، بينما ذيك الإنسانة اللي هي معتدلة في الشكل، مش قبيحة، معتدلة، ذكية ومشرقة العقل، عندها عقل وعندها حكمة وعندها فكر وعندها ذكاء وكذا. هذا في مسألة ذيك. شوف الصورة، الصورة الإنسان ساعة ساعتين كذا بيمل منها. هلا إذا عندك لوحة فنية موجودة بالبيت جميلة جدا، أول يوم تطلع فيها والله عظيمة كذا، باليوم الثاني يصير تفتش وهذه مجالات الجمال الموجود فيها، هذه النقطة، هالزاوية، هالشجرة، هالكذا، اليوم الثالث، يوم الرابع، بعد ما بتطلع فيها، لأنه الشيء اللي مرتبط بالشكل عندما تستكمل هذا الشكل انتهى. لكنه عندك لما تكون في منظر متجدد دائم، كل يوم بدك تشوفه، لأن كل يوم في شكل جديد. هذا الإنسان الذي هو عاقل، الإنسان الذكي، الإنسان العالم، الإنسان المنفتح على كل جوانب الحياة، هذا أنت تشوف تشعر أنك تعيش معه، وفي كل جلسة تطلع على أفق جديد وعلى وضع جديد. لهذا إحنا لازم نقدر نعم الله هذه. ولذا عندنا يكون التوازن، انظر إلى من تحتك ولا تنظر إلى من فوقك. هاي شو معنى؟ يعني انظر إلى ما عندك
مما يفقده الآخرون ولا تنظر إلى ما عند الآخرين مما تفقده، لأنك إذا نظرت إلى ما عند الآخرين مما تفقده فإنك عند ذلك لا تتوازن في انفتاح على الله، بينما ذاك لا تستحضر نعم الله سبحانه وتعالى. ولذا الحمد لله رضا بحكم الله شهدت أن الله قسم معايش عباده بالعدل في توازن، أعطى هذا الشخص شيئا وحرمه شيئا، وأعطى ذاك شيئا وحرمه شيئا، وهكذا، وأخذ على جميع خلقه بالفضل وهو المتفضل على جميع خلقه. ليش؟ لأنه ما لهم حق عليه. احنا الآن شو لنا حق على الله؟ ما لنا حق، خلقنا ولم نكن شيء، احنا ملكه، ليس لنا حق. هو جعلنا، جعل لنا من فضله حقا. هلا احنا لما بدنا نيجي نقول مثلا اللهم مثلا في بالأدعية مثلا هذا بحقك عليهم وبحقهم عليك، ما بنقول بحق محمد عليك أو بحق الأنبياء عليك، ما حد له حق، حتى النبي ما له حق، الله جعل له حق. حقه هو ما جعله الله له تفضلا منه، ولا مين له حق على الله؟ يعني حق الله بكل محمد، الله جميل، يعني مين اللي إلك له عليك حق؟ حملك جميل، الوالدين إلهم حق علينا باعتبار حملونا جميل مثلا هذا، واحد بيخدمك له حق عليك، حملك جميل، مين اللي محمل الله جميل؟ كل الأنبياء والأوصياء والعلماء والمجاهدين، مين محمل الله جميل؟ أنت لما تعمل أنت تعمل في ملك الله. والله أنا دعوت إلى الله، دعوت إلى الله بلسانك، أنا مثلا جاهدت في سبيل الله بيدك، من يملك إيدك؟ من يملك لسانك؟ أنت تتصرف في كل شيء بملك الله، فشو إلك عند الله؟ أنت لو عم تعمل شيء إلك، الهواء اللي عم تتنفسه من الله، الأكل من الله، الماء من الله، إيديك ورجليك ولسانك وعقلك من الله سبحانه وتعالى، شو هو اللي من عندك حتى يكون لك جميل على الله سبحانه وتعالى؟ ما لك شيء، ما في. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فقر مطلق، والله هو الغني. بعدين إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعد. ما حدا له جميل على الله سبحانه وتعالى، الله له الجميل على الكل، والله هو الذي جعل. نحن نقول من حقنا على الله أن يغفر لنا إذا تبنا، لأن الله يقول إذا تبت أنا أغفركم، فهو جعل لنفسه هذا، وإلا هو له حق أنه يتوب وما يغفر له، هو أذنبنا معه نقدر يتوب أو ما يتوب، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هو جعل لنا هذا الحق. هو جعل للأنبياء، الأنبياء يملكون حق الشفاعة، ليش هم الشفاعة من ناحية أنفسهم؟ لا، ما حدا بيملك الشفاعة أبدا، ما يملك أحد الشفاعة، الله هو شفعهم، هو الله جعل لهم حق أن يشفعوا فصار حقا لهم. هذه المقصود، فهم ما أخذوه من مكانه إنما هو من خلال ما تفضل بالله به. ولذا في فرق بين تقول مثلا اللهم كذا بحقك بحقهم عليك وبحقك العظيم عليهم، حق الله عليهم لأنه هو الخالق لكل شيء، حقهم عليه فيما جعله الله لهم من حق، لا حقهم من خلال ذاتهم الشيء. لهذا الله تفضل على الناس كلهم، تفضل عليهم في أصل وجودهم، وتفضل عليهم في كل مواقع، في كل تفاصيل وجوده. ولذا شهدت أن الله، شهدت، واحد يستحضر في نفسه إيمانه، يستحضر في نفسه يستحضر في نفسه وعيه لربه، وعيه لمقام ربه، يعني يا ربي أنا عندما أدرس كيف قسمت معايش عبادك، فأنا أرى أنك قسمتها بالعدل، وأنك أخذت على جميع خلقك بالفضل، أنت المتفضل عليهم
ولا فضل لأحد عليك في ذلك كله. هذه في المسألة الأولى. بعد ذلك يبدأ الدعاء وتبدأ يعني في الانفتاح على طبيعة القيمة، وينطلق الإنسان وهو يدعو ربه في عملية مراقبة لنفسه حتى لا تتغير نفسه من خلال النظر إلى أصحاب الدنيا، بعيداً عما يريد الله له من خط الاستقامة في الفكر والاستقامة في العمل. والحمد لله رب العالمين.